نو حنا المسلمين ما عندناش ريفيون، ما نحتفلش ولا احتفلت بالريفيون معناتها نلغي صورة الإخلاص، هذا تناقض مع الدين تاعنا. ما نحتفلش بأختي، شغل باش نكون معك صالح كما يقول لك في العقيدة ديالنا، في الدين ديالنا العفسة ما تكزيستيش. حنا عندنا زوج عياد اللي نعرفوهم، عندنا العيد الصغير وعندنا العيد الكبير. كما يقول لك كان واحد الحادث تاع كما يقول لك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، يقول لك نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، إن ابتغينا عزة من غير الإسلام أدلنا الله.